جمهورية الصين الشعبية. طبعا كل الناس عارفين حجمها، لو حضرتك مش عارف حجمها بص في محتويات بيتك وملابسك ايه اللي فيهم مش صناعة في الصين، وهتعرف ساعتها حجمها. احنا ما نعرفش نبتدي منين ولا منين الثورة الاقتصادية والصناعية بتاعتهم، لان الموضوع ليه تداعيات، الموضوع كده ما جاش من يوم وليلة. الناس كده فاكرة الناس قامت من النوم الصبح يلا يا جماعة، لا ده الموضوع ليه تبعيات، بس نقدر نقول تبعياته من القرن ال18، من نهاية القرن ال18 لما الملك جورج الثالث ملك بريطانيا عايز يحرر التجارة مع الصين. فكان طبعا امبراطور الصين كان شيان لونغ، فملك بريطانيا بيقول له ادينا، يعني احنا بنستورد منك حاجات، خد من عندنا حاجات يا اخي، احنا عندنا منتجات. فشيان لونغ قال له لا احنا ما بنستوردش حاجة ومش محتاجين حاجة منكم. فبقت انجلترا، يعني انجلترا بقى خلاص ابتدت الثورة الصناعية، بتبتدي من هنا المراحل، بداية مراحل الثورة الصناعية، وعمالة بتستورد من الصين حاجات كتيرة قوي، شاي وحرير ومنتجات، وانجلترا عمالة بتطلع في الفضة، بتطلع في الفضة كاش كاش. فانجلترا بتفضي الدنيا عندها، لا مش هينفع، احنا لازم نتصرف، لازم نخليهم يعملوا حاجة. فجم لشركة عندهم، شركة كان اسمها الشركة الشرقية الهندية الشرقية، وعخلوها ان هم يدخلوا الافيون جوه الصين. تخيل الافيون، دولة بتشتغل في تهريب الافيون، دخلوا في الصين مجموعات كبيرة جدا من الافيون، والطلب على الافيون زاد لدرجة يا جماعة ان خلاص بقت الفضة عمالة بتطلع لانجلترا، ونجح الموضوع عن طريق الافيون. الشعب ابتدى يبقى مدمن، ومين الديلر بتاعه؟ دولة انجلترا في الوقت ده. امبراطور شيان لونغ امر ان الموضوع يتم التعامل معاه بشكل حازم وقوي، لدرجة ان طلع مبعوث من الامبراطورية، من امبراطور الصين، بقوات على الاماكن اللي فيها التجارة دي، واجبرهم وحرق كميات مهولة ضخمة جدا جدا، وكانت احتفالية. سكتت انجلترا؟ ما سكتتش، دي عملت حرب، حربين مش حرب واحدة، كانت شهيرة جدا، اسمها حرب الافيون. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم في القناة. اتعرفوش يا جماعة انا قد ايه سعيد، وبجد في الوقت اللي احنا بنسجل فيه الفيديو ده القناة خلاص تعتبر بقت 299 الف مشترك، يعني ان شاء الله غالبا في وقت ما الفيديو يتحط على القناة هتكون 300 الف مشترك. بجد الف الف شكر، يا رب اكون عند حسن ظنكم. عايزين بقى يا جماعة نشد حنا كده ونوصل بقى لل 500 الف. شكرا جدا على تشغيلكم للفيديو. النهاردة بتكلم بقى، ندخل على ازاي الصين يا جماعة وصلت بالمرحلة دي. احنا وقفنا في مقدمة الفيديو عن حرب الصين. الحقيقة لما اتحرق الافيون بالكميات ديت انجلترا اتضايقت جدا، اذا كان هو ده المصدر اللي بيجيب لها فلوس وفضة من الصين، طب احنا بقى هنعمل حاجة، احنا هنجبرهم ان هم ياخدوا مننا بضاعة. ازاي؟ هنبعت السفن الحربية بتاعتنا حوالين الصين وعند الصين، ونحاصرهم وندخل بلدهم ونأمرهم بالعافية ان هم يستوردوا. وبالفعل في سنة 1840 ابتدى الاسطول البحري الانجليزي يهجم على السواحل الصين، ولمقاومة شرسة من 1840 ل 1842، مقاومة كبيرة وشرسة يا جماعة، الى ان هم دخلوا، قدروا يدخلوا في مناطق في الصين. الامر اللي خلى الامبراطور يوافق ورضخ في الوقت ده على ان هو يوقع معاهم على الاتفاقية بتاعت التجارة. ومر الوقت، فانجلترا مش عارفة تعمل ايه، والصينيين مضوا الاتفاقية في 1842 وفي 1856، يعني مرة هو 14 سنة الصينيين من جواهم مش عايزين يستوردوا، الشعب نفسه رافض انه يستورد. مش انتوا اهو، انتوا خلاص خليتوا الحكومة والامبراطورية واجبرتوها على ان هم يفتحوا سوق التجارة، خلاص ادينا اهو فتحنا سوق التجارة، خلي الشعب بقى. الشعب مش عايز ياخد حاجات، مش عايز، رافض ياخد منتجات من انجلترا خالص. طبعا بقى كانت انجلترا في الوقت ده كانت في عزها، منتصرة على نابليون بونابرت، والدنيا بقى في اوجها. اللي كانوا بيحاربوا بعض امبارح
النهارده بقوا زملاء، جت انجلترا ومعاها فرنسا وراحوا متحدين وعايزين يتلككوا عشان يحتلوا الصين. بمعنى ايه؟ ان هم استغلوا عبارة عن سفينة شحن، سفينة الشحن دي رفع العلم بتاع انجلترا وكان فيها منتجات، حصل عملية تفتيش في السفينة. طبعا كان في نفس الوقت امبراطور الصين رافض برضه وحاضر الافيون تماما، الافيون اللي فضل هالك شعب الصين ده لسنين كبيرة جدا. نرجع تاني للسفينة، السفينة دي انجلترا وفرنسا عملوها تلاكيك علشان يدخلوا بيها الصين. ازاي انه كنتوا تفتشوا السفينة وازاي انه كنتوا تنزلوا العلم واحد مبشر من الدين المسيحي اتقتل، كان فرنسي تقريبا على السفينة واتقتل، واستغلوها ذريعة ودخلوا بقوتهم جوه الصين بعد مقاومة كبيرة من 1856 ل 1860. الحرب فضلت الاربع سنين، كانت مقاومة. يذكر فيكتور هوجو، يذكر فيكتور هوجو الرائع طبعا، يعني احد نوتردام والبؤساء وغيره وغيره، يقولك ايه بيتكلم على انجلترا وفرنسا، دخلت العصابتين الى كاتدرائية اسيا. ايه هي كاتدرائية اسيا اللي اتكلم عليها فيكتور هوجو؟ هو قصر الامبراطور الصيني. قصر الامبراطور الصيني ده في الوقت ده هو كان افخم واجمل واكبر واحلى قصر في العالم كله، وكان يحتوي على الاثار والتراث الصيني ما لا يحتويه. ويقول لك فيكتور هوجو اوقات بتكون بعض الحكومات هي اللصوص والشرفاء هم الشعب. ده اللي كان بيتكلم فيه فيكتور هوجو على الصين وفرنسا وانجلترا لما احتلوها، فبالتالي دخلوا وسرقوا كل حاجة. ده ما يخلوش حاجة يا جماعة. وردخت الصين الى 1860 بحرب الافيون الثانية، بل اصبحت كمان هونج كونج. هونج كونج اللي لسه كانت واخدة استقلال رغم المشاكل اللي مش هتخلص يعني. فضل الحال على الشكل ده، وكانت الحال في الصين يا جماعة مزري لاقصى درجة تتخيلوها. حتى قيمة وهيبة امبراطور الصين في الوقت ده كانت اقل من الطبيعي. ففي سنة 1900 كان قبلها اتكون مجموعة من الثوار كانوا بيسموا نفسهم الملاكمين، وعملوا ثورة اسمها ثورة الملاكمين في سنة 1900. هما اسمهم اصلا الملاكمين، اتسموا بالملاكمين لان هما كانوا بيعتقدوا ان هما لما يتدربوا على القتال ان هما بالتدريباتهم دي هيقدروا يقاوموا الرصاص والدروع. وكان الحال اساسا وصلهم لكده، وان هما عايزين يعملوا ثورة لكذا حاجة. لما حصلت طبعا حرب الافيون التانية وردخت الصين الى فرنسا وانجلترا بكل البنود اللي مطلوبة اللي انتوا تعملوها لنا، كان من ضمن البنود ديت ان كل البعثات الدبلوماسية والاجانب يدخلوا، رقم واحد، رقم اتنين انشاء السفارات، رقم تلاتة هندخل لكم في وسط المدارس، رقم اربعة وجود مبشرين من الدين المسيحي موجودين. طب هل هي دي كانت النقطة؟ النقطة ما كانتش كده. الموضوع ما كانش عشان هو دين مسيحي، ولكن كان عبارة عن قناع بيستغل من بعض المبشرين ما كانوش مبشرين، وكانوا يعملوا تخلخل وتوغل في الأقليات والعرقيات اللي موجودة داخل الصين. الصين فيها حوالي فوق 56 أقلية وعرقية موجودين بالداخل، نسبة المسلمين حوالي 1.5% من تعداد الصين اللي بالمليارات. فنقدر نقول ان هم عبارة عن خليط من الديانات الفولكلورية القديمة واللادينيين وال البوذيين والهندوسيين، ونسبة ضئيلة من المسلمين، ونسبة برضو قليلة حاليا برضو من المسيحيين. يعني المسيحيين تقريبا 2% والمسلمين 1.5% من تعداد الصين المهول. فالناس اتضايقت وخلاص حصل الاحتقان. وفي سنة 1900 في شهر يونيو سنة 1900 ميلادية قامت ثورة الملاكمين. وكانت ثورة الملاكمين دي اللي هما بقى الانجليز والفرنسيين بيصفوها بالمجرمين والسفاحين. الانجليز نسيوا حرب الافيون واللي عملوه في الصين، وجم بيفتكروا اللي حصل في 1900. ما انكرش ان اللي حصل في 1900 هو غلط تماما، تم حرق كنائس كتير جدا، تم قتل كتير من المسيحيين. فجت 8 دول وقالت احنا عايزين نجيب رعايانا، واتحدت 8 دول وارسلت جيوشها، على رأسهم اليابان وروسيا والولايات المتحدة الامريكية، انجلترا، فرنسا، ايطاليا، المانيا،
الثمان دول، نقدر نقول الثمان دول راحوا باعتين قوات. والثورة عندنا يا جماعة كانت أساسا طالعة بتندد بحاجتين، إن إحنا مش عايزين الاحتلال الأجنبي ومش عايزين تشينج اللي هي الإمبراطورية، الأسرة والسلالة بتاعت الإمبراطورية اللي بقى لها أكتر من 2000 سنة، مش عايزين تشينج. فعائلة تشينج كانت الإمبراطورة ساعتها كان اسمها سي تشي أدركت إن إحنا نعمل إيه؟ فنساند الملاكمين، فأصبح لما ساندوا الملاكمين تنازلوا عن إن إحنا عايزين ننهي على عائلة تشينج، بس ده كان بالشكل الظاهر، ولكن كان عندنا بالشكل الباطن والحقيقي إن كان نقدر نقول الام وابنها، الامبراطوره سي تشينج وابنها كان اسمه ولي العهد كان اسمه ادوارد، واحد بيساند الملاكمين والتاني ضد الملاكمين قدام الاحتلال الاجنبي، علشان تشينج في الوقت ده كانت تحافظ على وجودها كامبراطوريه. وتم القضاء على ثورة الملاكمين، 35,000 مسيحي تم قتله، 100,000 من الملاكمين تم قتلهم، 200,000 من قوات الأوروبية اللي موجودة تم قتلهم، ورضخت الصين أكتر وأجبرت على دفع تعويضات للدول الأوروبية ولضحايا اللي ماتوا بقيمة 330 مليون دولار في سنة 1901، وأصبحت من هنا ثورة الملاكمين هي نقمة على الصين، وليست كانت شيء كويس، ولكن في كتب الصين هي تعتبر مقاومة ويعتبروا أبطال، ولكن في بعض الدول الأوروبية ومن بعض الكتاب بيعتبروا أن الثوار الصيني الملاكمين كانوا عبارة عن همج، وقتلوا 35,000 مسيحي وحرقوا الكنائس، وده السبب أساسا الرئيسي اللي خلى الصين لحد النهاردة ما بيدخلهاش الدين المسيحي والتبشير والتنصير فيها بالشكل المطلوب. ده أساسا راجع لأسباب أسباب دفينة سياسية داخل المجتمع الصيني. فضلت القلائل والثورات لغاية في سنة 1911. في سنة 1911 لما عائلة تشينج تم إزاحتها من الحكم تماما، وفي سنة 1912 تم انتخابات، وكان يوان شيكاي هو أول رئيس يتم انتخابه مؤقت للبلاد، وكان بعدها جيسان، وحصل خناقة نقدر نقول على السلطة، وفي كان عندنا حاجة اسمها الكومنتانج. الكومنتانج ده اللي هو الحزب أو كل حاجة، يعني دي ليه سلطات، وجي بعد كده وراح أمر الرئيس إن كل الحاجات دي تبقى في إيده هو، وحصل نوع من الثورة عليه، وكان صن هرب ناحية روسيا ورجع تاني. أنا بحكي لكم باختصارات كده. وفي سنة 1921 تم تأسيس الحزب الشيوعي. أيوة الحزب الشيوعي، ما احنا عندنا في روسيا تم القضاء على القياصرة وتمت عندنا الثورة الشيوعية المعروفة. فكان عندنا في شاب موجود في الصين اسمه ماو تسي تونغ، اللي هو اللي كان معروف ماو تسي تونغ، وابتدى تشكيل الأحزاب الشيوعية. وبعدها حصل في سنة 1931 اليابان جت واحتلت أجزاء من الصين، احتلت بعض الأراضي من الصين وعملت تتوسع. حصل إن الناس هرج ومرج والناس عايزة تصور، وبالفعل كان ساعتها ماو تسي تونغ هو رئيس الحزب الشيوعي داخل الصين، وابتدى يحصل ان الكومنتانج تتحد مع الاقليات ومع كل الناس، وحصل نوع من الوحدة. وحتى بعد الحرب العالمية الثانية لما اتضربت اليابان بهيروشيما وناجازاكي انسحبت اليابان من الصين. وفي سنة 1945 دخلت الصين في الأمم المتحدة، في هيئة الأمم المتحدة، وكان ماو تسي تونغ عندنا أصبح هو رئيس الصين. ماو تسي تونغ بصراحة خد الصين، استلمها نقدر منهكة كل حاجة، منهكة عسكريا على الآخر، اقتصاديا حالها كان مزري جدا. وبصراحة قدر ان هو يعمل طفرة وثورة صناعية وزراعية، وابتدى تقوية الجيش، ولكن فضل لمدة. وكانت الحرب الباردة ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. في سنة 1966 ابتدى المثقفين والكتاب في الصين يقولوا الله، هو ماو تسي تونغ طول في القعدة كده، هو مش ناوي يمشي ولا ايه بصراحة؟ وابتدى انتقاداته في الصحف عيني عينك، الى ان هو جه وراح عمل كتاب اسمه الكتاب الأحمر، وقال دي مبادئ الاشتراكية،
مبادئ الاشتراكية دي هي دي اللي موجودة وعرضها على كل الناس وطلبها ان كل الناس تقراها، وهي ان هو حامي الثورة والحزب الاشتراكي والشيوعي داخل الصين، وان اي حد بيفكر ان هو في الكتلة الغربية او في التفكير الغربي فهو امبريالي ورأس مالي وعايز يدمر دولة الصين. ماو تسي تونغ عمل نهضة كبيرة اقتصاديا وزراعيا، ولكن مش هقدر انكر ان مات في الصين في عهده 70 مليون مواطن في ظل عهد ماو تسي تونغ. ولكن من الناحية التانية هو عمل تقوية، الا انه كمان عمل جيش اسمه اللي هو زي الجيش الاحمر، كانت حالات تعسف وقتل واعتقالات تعسفية غير طبيعية لمجرد انه هو يشك انك انت بتنتمي بفكرك للمعسكر الغربي. وفي سنة 1972 حصل بعض المناوشات اللي كانت ما بين الولايات المتحدة والصين، مناوشات عسكرية. طبعا الولايات المتحدة كانت رافضة أساسا الاعتراف بالصين الشعبية، إلى أن في سنة 1972 تم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصين الشعبية، الأمر اللي ساعد فعلا الصين على أنها تعمل إصلاحات اقتصادية أكتر وأكتر. ولكن نتيجة الإصلاحات ديت يا جماعة اللي حصلت في الاقتصادية اللي داخل الصين في سنة 1989 كان متردي الأوضاع الاقتصادية للمواطن أكتر وأكتر، وكانت نسبة التضخم ارتفعت ونسبة البطالة زادت، فحصلت ثورة المعروفة في 1989 كانت ثورة الطلاب، انضم ليها العمال. ثورة كانت كبيرة جدا بتطالب بإصلاحات اقتصادية تحصل داخل الصين. تم فض الثورة ديت، ولكن كان نتيجة أهدافها اللي اتحققت في 1989 إن تمت إصلاحات كبيرة داخل الصين. لما نيجي نبص على كل التداعيات والعوامل اللي حصلت وكل الأحداث اللي حصلت دي ومؤثراتها، كلها كانت تداعيات ورا بعضها وكلها مؤثرة على بعض. نيجي النهاردة نبص على وضع الصين. الصين النهاردة هي صاحبة أكبر احتياطي نقدي في العالم، الصين هي أكبر مصدر في العالم، الصين هي أكبر قوة عسكرية في عدد في التعداد وتاني أقوى قوة عسكرية موجودة. ده الوضع الاقتصادي للصين النهاردة. اتمنى يا رب ان المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو. لو حضرتك اول مرة تشرف بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، واشوفكم على خير. سلام عليكم.